حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين بعنوان انتخابات مجالس المحافظات والمقاطعة التاريخية. شهدت الأيام القليلة الماضية إجراء حكومة بغداد لانتخابات مجالس المحافظات اللي شهدت مقاطعة غير مسبوقة بتاريخ الانتخابات العراقية. فبحسب كثير من المراقبين الانتخابيين فإن مراكز الانتخاب كانت شبه فارغة في أغلب المحافظات، والفئة القليلة اللي صوتت لم يتجاوز أو تتجاوز نسبتهم 10% في أفضل الأحوال. ومع هذا مفوضية الانتخابات كعادتها خرجت بنسبة غريبة عجيبة، ألا وهي 41%، طبعا من دون أن تذكر أو تثبت أي دليل على هذه الأرقام. بل أصلا هذه المفوضية تتهم بعدم الاستقلالية، لأن أعضائها ينتمون لنفس الأحزاب اللي شاركت بالانتخابات واللي كانت تدعو الناس حتى تشارك. عموما الصدمة جعلت الأحزاب تسارع عن طريق وسائل إعلامها إلى الترويج لكذبة جديدة، وهي أن مشاركة الانتخابات أو مشاركة التصويت كانت واسعة والأعداد غفيرة والشعب قال كلمته. وكحال أي انتخابات تخدم الأحزاب فإن النتائج الأولية اللي ما راح تختلف عن النهائية ظهرت بظرف يوم واحد فقط، على عكس الانتخابات السابقة اللي تغيب لأشهر قبل إعلانها. ويمكن السبب هو الاتفاق على الحصص والنسب والمقاعد، خاصة وأن الأحزاب تعرف أن الشعب سيقاطع، والأمر طبعا اللي خلى شخص مثل نوري المالكي يقول أنه نسبة التصويت راح تكون 40% قبل أن تتم الانتخابات. وهنا نقول مشاهدينا الكرام أن الشعب العراقي قال كلمته فعلا وقاطع بنسبة ساحقة، حتى يؤكد غياب الشرعية الشعبية عن هذه الأحزاب ومرشحيها. بل حتى من شارك كثير منهم قام بإبطال صوته ووثق عملية إبطال الصوت لأنه غير مقتنع بعملية التصويت واختيار فاسدين. لكن الوسائل غير القانونية ولا الأخلاقية اللي مارستها الأحزاب على البعض دفعتهم للذهاب إلى مراكز الاقتراع، وأغلب هؤلاء البعض مثل ما ذكرنا هم القوات الأمنية وميليشيات الحشد ضمن ما يعرف بالتصويت الخاص. مشاهدينا ننتظر مشاركات حضراتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة للإجابة على التساؤلات اللي تطرح ولإبداء الرأي بشأن انتخابات مجالس المحافظات. شلون شفتوها؟ هذه النسبة اللي أعلنتها الحكومة هل تعتقدون بأنها نسبة حقيقية تعكس الواقع، تعكس رأي الشارع العراقي؟ هل 6 مليون عراقي هو كان الرقم اللي تم وذهب إلى مراكز الاقتراع وصوت مثل ما قالت الحكومة، لو أنتم شفتوا أنه كانت الشوارع فارغة والمراكز فارغة، واللي وثق الناس والناشطون أمام مراكز الاقتراع هو الحقيقة، من الصادق باللي صار؟ وشو تقولون عن هذه الانتخابات؟ هل راح تفرز أي جديد إيجابي للشعب العراقي؟ طيب أنا عندي شغلة أريد أشوفكم إياها حقيقة، يمكن تأكد أنه اللي ذكرته مفوضية الانتخابات هي مجرد أكاذيب حتى تحاول تحفظ ماء وجهها من الكارثة اللي صارت واللي هي المقاطعة الشديدة. الحكومة قالت أو مفوضية الانتخابات ذكرت بأن 41% هم الناس اللي شاركوا أو نسبة المصوتين بهاي الانتخابات، واللي يقدر عددهم بستة مليون شخص. 6 ملايين مواطن عراقي شاركوا بهاي الانتخابات بحسب الحكومة، تمام؟ طيب قبل 7 أشهر صار بالدولة العربية الشقيقة موريتانيا انتخابات ثلاثية يسموها، اللي هي البرلمانية والجهوية والبلدية في دولة موريتانيا العربية الشقيقة. وكانت طبعا نسبة مشاركة عالية تعتبر في ذلك الوقت، شارك بالتصويت في موريتانيا 1,700,000 مواطن موريتاني في هذه الانتخابات الثلاثية، تمام؟ خلونا أشوفكم شكل مراكز الاقتراع اللي شارك بها 1,700,000 مواطن موريتاني مقارنة بستة مليون عراقي. خلينا نشوف بس اللقطات من موريتانيا. هذه الصور مشاهدينا الكرام ب 2023 قبل 7 أشهر فقط. هذه اللقطات اللي تظهر طبعا الكثافة العددية للمشاركين بالانتخابات الموريتانية قبل 7 أشهر. مجموع اللي صوتوا في موريتانيا، انظروا إلى الأعداد،
والطوابير طبعا هم 1,700,000 مواطن موريتاني، يعني أقل من اللي صوتوا بالعراق بكم ضعف؟ ضعفين؟ ضعفين ونص؟ طيب شوفوا الأعداد مشاهدينا الكرام والإقبال أمام مراكز الاقتراع، هذه اللقطات مثل ما ذكرت لحضراتكم طوابير. طيب بالعراق ها، وحتى لا أحد يقول أنه مساحة موريتانيا، موريتانيا مساحتها الجغرافية هي ضعف ونص مساحة العراق، ضعف ونص تقريبا. المساحة موريتانيا هي 1,000,000 وشوية كيلومتر مربع، يعني ضعف ونص تقريبا مساحة العراق، أكثر بشوية أقل بشوية. يعني المفروض أنه إذا نوزع هذا العدد 1,500,000 على هذه المساحة الضخمة يضيعون، يعني ما راح نشوف أمام مراكز الاقتراع هذه الكثافة. خلونا أشوفكم بالعراق في بلد أصغر من موريتانيا، وعدد المصوتين باعتراف مفوضية الانتخابات بحسب ما ذكرت أنهم 6,000,000. خلوني أشوفكم نماذج بسيطة، طبعا هذه المقاطع هي جزء بسيط جدا من ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تؤكد خلو مراكز الاقتراع من المصوتين، هذا جزء بسيط. نشوف هذه اللقطات ونرجع. العباس تقول فاتحة وصاحبها ما يواصل الوادي، ماكو ولا واحد. هاي الشوارع شوفوها فارغة. بس القوات الأمنية من الصبح لهسه تفتر. شوف هاي حاليا المدرسة اللي أنا يمها، هذاك بس أبو التراكسود لجا، ذاك راح ينتخب. هذول الواقفين مفوضين، هاي منتسبين شارع فارق باولي صوص، بس هذا أبو التراكسود الأبيض بالي، هذا ما أدري منين، هذا ما أدري منين يجي، بس هذا صار لي ساعة أنا واقف، بس هذا أبو التراكسود الأبيض. هاي من هنا هذا الشارع هم فارق ماكو تشولي، هذا هم ماكو هم فارق الشارع، يعني عالم ماكو فارغة بس الشرطة. من اليوم والانتخابات وماكو ولا ناخب قطية، ضالين بس الشرطة تفتر. هاي شوفوهم هاي لحد الآن الساعة هسه فوق 10 وكل شيء ماكو ولا واحد يجي. زين واو، بس الشرطة تفتر لحد 10 الصبح وكل شيء ماكو. زين هاي الشرطة أكثر من الناخبين، الله وكيلكم. زين كل شيء ماكو، هاي بقى من الصبح اللي جاي. استاذ عماد وهاي تحية للمقاطعة، ونقولهم حيظلون نايمين. استاذ عماد تلاحظ ويايته استاذ عماد. شفتوا مشاهدينا الكرام هاي لقطات بسيطة، مثل ما قلت لحضراتكم مواقع التواصل الاجتماعي مليئت بالمقاطع اللي تثبت خلو مراكز الاقتراع أغلب المحافظات العراقية من المصوتين، واللي راحوا وشاركوا في هذه الانتخابات هم فئة قليلة جدا من المدنيين، وطبعا التصويت الخاص أو الاقتراع الخاص اللي هو المقاتلين بالقوات الأمنية أو ميليشيات الحشد، ذولا ما بين أصحاب ولاء وما بين مدفوعين بالإكراه إلى التصويت تحت تهديدات أو غيرها من الأمور. وهاي لقطات وتم توثيقها طبعا، وتم توثيق أيضا عمليات إبطال للأصوات داخل كابينة الاقتراع، وتم تصوير هذه اللقطات من عدد لا يستهان به من المصوتين. وهذا طبعا يعني أنه حتى النسبة اللي شاركت في هذه الانتخابات جزء منها قام بإبطال صوته. مثل ما قلت لحضراتكم دولة كالعراق تقول الحكومة 6,000,000 شخص صوتوا، شفتوا مراكز الاقتراع، وهذا نموذج بسيط طبعا شلون تخلو من المشاركين. و دولة عربية مثل موريتانيا بانتخاباتها بعدد 1,700,000 مصوت، شلون مراكز الاقتراع حظت بكثافة عددية من المشاركين؟ فرق كبير.
ما بين الأعداد اللي شفناها بالعراق والصور اللي عرضناها من موريتانيا، وهذا أكبر دليل على أن المحاولات المستمرة لتجميل الصورة أو محاولات تضخيم الأعداد من قبل مفوضية الانتخابات والأحزاب المسيطرة على الحكم بالعراق هو أكبر دليل على التلاعب بالنتائج المستمر من عام 2003 ولغاية الآن أو من أول انتخابات جرت في العراق. خلوني أسمع رأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أخي أولا أنا أحترم من جنابكم يا أخوة المستمعين الكرام، لأنه صار كثير شهور مشغول ومع الأسف ما أقدر أشارك وياكم في لقاءاتكم. أشكرك شكر جزيل أنك تتصلون بي دائما، حياك الله. الأمر الثاني اللي أحب أن أبدأ عليه بالنسبة للانتخابات العراقية، مثل ما جنابك تفضلت الآن، من يوم ما ادعوا بأنه جلبوا لنا بين قوسين الديمقراطية الأمريكية في العراق بعد عام 2003 ولحد الآن لا يوجد تعبير سليم وتعبير دقيق على إرادة الشعب العراقي. نعم. كل ما حدث من انتخابات هو انتخابات مزورة وشكلية وتشترى وتباع فيها الأصوات كما تشترى وتباع الخراف في سوق الحيوانات الأليفة أو الجوبة مثل ما نسميها. أخي يعني الانتخابات هاي الأخيرة اللي صارت نسبة المشاركة الحقيقية اللي أظن اللي أنه راحوا من تلقاء نفسهم للانتخاب لربما 2% أو 3%. يلحقوا في 4-5% من الناس اللي هم رعاع الشعب اللي اشتروا أصواتهم مقابل 25,000 دينار. ويلحقوا فد 3-4% من الناس اللي مجبورين على أنه يروحون يدلون بأصواتهم من منتسبي الجهات الأمنية والجهات يعني اللي مسيطرة عليها الأحزاب السياسية، والبقية وتزوير في تزوير. الانتخابات هاي تذكرني بالمظاهر اللي طلعت بعمر بمسقط يقودها 7 أشخاص تندد بالاحتلال الإسرائيلي لغزة ويحميها 10,000 شرطي. نفس الوضعية مال هذه الانتخابات. الحكومة تقول أنه المشاركين 6 مليون، يعني تقريبا 41%. ووسائل التواصل الاجتماعي تقول بأنه 17%، وآني اللي أقوله أنه ما يتجاوزون 10%. هاي 17% مع المجاملة، طبعا مع المجاملة والكرم الكرم العراقي المعروف. أنا أقول لك أنه ما يتجاوزون 10% على أحسن. طيب تقليل. أريد منك أول شيء بس تشرب مي لأنه تقح هواية. سلامات. أنا مريض. بس أريد أسألك سؤال بينما تأخذ نفسك. الشارع العراقي يؤكد مرة ثانية بأنه رافض للعملية السياسية ولهذه الوجوه اللي تسلطت على رقاب العراقيين صار لهم 20 سنة بفضل الدعم الأمريكي أولاً والدعم الإيراني بعدين. الأحزاب تروج باعتبار أن هم ما عندهم مادة أو فقرة بالقانون تبطل الانتخابات إذا وصلت إلى نسبة معينة، فتقول بأنه العملية الانتخابية جرت بشكل سلس والشعب العراقي قال كلمته، ووسائل إعلام هذه الأحزاب تروج للمقبولية الشعبية من الشعب العراقي لهذه الأحزاب. احنا نقول ونسأل في ظل هذه النسب المتدنية، هل بقيت هناك أي شرعية شعبية لهذه الأحزاب أو تحظى بها هذه العملية السياسية؟ أسأل الحقيقة هي لا توجد شرعية لمن جاء بهذه الأحزاب. للاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق لا وجود لشرعية لذلك. فلذلك ما بني على باطل فهو باطل، فإذا لا توجد شرعية بالأساس لهذه الأحزاب. إذا المحينا كل هالشيء هذا ورجعنا على نتائج الانتخابات وعلى المشاركة الانتخابية وعلى التأييد الجماهيري، حقيقة هؤلاء يفتقدون للشرعية تماما. وأنا على يقين تام بأنه لا يحظون حتى بالدعم زوجاتهم وبناتهم وولدهم عدا المستفادين منهم، يعني مستفادين بشارجر، مستفادين بلاند كروزر، مستفادين بكذا، نعم يودي له صوته، اما انه مقتنع به كشخص محب لوطن، محب لبلد، يحاول انه يقدم في البرنامج يفيد به ابناء الوطن، فحتى زوجته وبنته وابنه ما مقتنع به. طيب شكرا جزيلا سيد احمد من المانيا، اشكرك للمشاركه. ويانا السيد ابو احمد من الانبار، تفضل يا ابو احمد، حياك الله. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للانتخابات اللي حصلت قبل يومين، هي طبعا يعني شلون نقول ليست انتخابات، ولكن كانت مهزلة يعني.
ونوع المهزلة أنه حكومة تعترف بأنه النتيجة 41% من المشاركة، نسبة المشاركة، لكن هي نسبة المشاركة وحسب التقديرات وحسب المتابعة والناشطين يعني أقل من 20%. تعرف يعني انتخابات مجلس النواب كذلك نفس المستوى، وعلنوا حكومة وشكلوا مجلس نواب وصعدوا من صعدة ونزلوا من نزلة. على فكرة هم لسان حالهم وتداولوا هذه النقطة في قنواتهم. لو مواطن عراقي واحد راح إلى مراكز الاقتراع وصوت، راح تتشكل هذه الحكومة وراح يعتبرون هذا المواطن هو الأغلبية وهو الشعب وهو الذي أعطاهم الشرعية للبقاء. يعني هم باعتبار أنه تلاعبوا بقانون الانتخابات وما متأكدين طبعا من المستقبل أنه هم راح يقاطعون، فما وضعوا المادة أو الفقرة اللي تلزم بإعادة الانتخابات إذا ما كانت نسبة التصويت دون حد معين، فهم أصلا مرتبين لهذا الموضوع، فمو مهم الشعب يروح ولا لا. بالضبط يا أخي العزيز، هم مجرد كان روتين يعني أنه يبررون للدول يعني يقول الأمم المتحدة أو الدول المجاورة بأنه احنا سوينا انتخابات ديمقراطية وعلى ثارة شكلت حكومة بعدها مجازم، لكن هناك مقاطعة تامة. المقاطعة تدري أنت التيار الصدري يعني حتى نكون منصفين، التيار الصدري إلى ثقل يعني ثقل بغداد ومحافظات جنوبية، فشي ظهر يعني شيء على الواقع، ماكو منافسين لهم، هم دول القوائم اللي موجودة مثلا قوائم النبني ورخ ودولة القانون وغيرها، فنسب جدا بسيطة، نسب جدا ضئيلة، ولم تكون هناك مشاركة يعني مشاركة تامة للشعب. طيب أنا بس عندي نقطتين. يعني النقطة الأولى بحسب المراقبين للشأن العراقي والانتخابات اللي فاتت، طبعا مقتدى الصدر يشكل 6% بس من نسبة المصوتين، وهذا اللي تم رصده بالانتخابات اللي فاتت، يعني كثقة الحقيقي داخل الشارع العراقي اللي هم 40 مليون مواطن، وأعتقد أكثر من 25 يمكن هم اللي حق لهم التصويت، هو ما يمثل ذيك النسبة الكبيرة اللي يعني خلينا نقول عليها أغلبية أو حتى توصل إلى ربع المصوتين. فيعني هو إلى جمهوره إلى أنصاره، لكن هو ما راح يمثل ذاك التأثير الكبير. الانتخابات اللي فاتت بوجود الصدر 15% شاركوا، طيب هاي اليوم بدون الصدر إيش قد تتوقع النسبة؟ يعني هو شيء واضح، يعني بالنسبة أنا أقول لك جزء يعني 3% أعطيك 3% صراحة. نعم. يعني طيب. حتى الأكل المفوضية يعني الانتخابات لما تقول 41% استندت على أي شيء؟ يعني هل أكو رضا شعبي أو قبول عراقي للطبقة السياسية الموجودة بحيث هم يقولون، والمالكي طبعا قبل الانتخابات قال الانتخابات راح توصل 40% نسبة التصويت، شلون عرف؟ يعني على أي على أي شيء استند؟ شيء متفق عليه أستاذ عزيز. أنت يعني شوف، يعني احنا يعني حتى نكون واقعيين، موضوع الحكم، موضوع الانتخابات، موضوع المفوضية، موضوع المحكمة، محكمة اتحادية ومجلس القضاء، هو كل هذه الأمور متداولة. يعني شو متداولة؟ بين الأحزاب، متداولة بين الأحزاب بأنه يقرون الموضوع لي قبل الحدث، يعني قبل القرار المحكمة أو قبل القرار المفوضية أو قبل الانتخاب، يعني يسبقون الحدث. يعني شلون الواحد يحلم، نقول يحلم يقول كذا سنة أنه راح يصير هيك أو هاي العرافة، هم نفس العرافة هاي اللي تطلع هاي اللبنانية، هم ينطون الحدث. طيب. لي قدام هو لو يعني هو لو, لو, لو يعني تنجيم مثلا خلينا نقول ممكن يصيب ويخطئ، لكن هم مرتبيها. يعني التصويت اللي صار في هذه الانتخابات على النسبة اللي أعلنتها مفوضية الانتخابات هي نفس النسبة مع الانتخابات اللي مضت اللي أعلنتها المفوضية 41%. معقولة هاي الصدف؟ يعني أستاذ العزيز، هم شوف يعني من نسبة الغباء حشاك، يعني حش السامعين، نسبة الغباء اللي موجودة عندهم ونسبة الحضيض اللي وصلوا به ونسبة قلة الثقة اللي عندهم هم وقلت ثقتهم، نغلت ثقة الناس بيهم وعرفوا قيمتهم الحقيقية وحجمهم اللي موجود على الأرض، تمام؟ ما يعني شوف النسبة
انه تعبر عليهم بانه سابقا انه هاي النسبه نفسها لانه شنو طامعين بالكراسي طامعين بالمواقع طامعين بانه كذا قائمه تصعد كذا قائمه لازم تنزل. وهسه اكو فرز يدوي طبعا جديد اليوم يبين على اساس انه النتائج بكره تبين على المراكز المتبقيه. اي نعم إيه. فنقول لك يعني انه الموضوع بالعراق موضوع طيب. على مجرد اكو كينج يعني نقول كينج هو اللي يتحكم واني اقول لك بيه هو النوري المالكي. شكرا جزيلا ابو احمد من الانبار. بس تصحيح بسيط احنا بالغنا شويه انا يمكن بالغت بذكر النسبه التقريبيه لمقتدى الصدر وتمثيله ربع ايش يعني لا المظاهرات اللي دعا لها حتى ما يوصلون كلهم على بعض مليون. عموما بعد التصحيح نسمع راي السيد ابو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد السلام. حياك الله ابو عبد الله اهلا وسهلا. استاذ محمد انت من تقول المالكي يقول 40%. نعم. المالكي قبل الانتخابات. نعم. إيه قبل الانتخابات قبل الانتخابات. اي. المالكي غير متفق على المفوضيه مين؟ مقول انت من السماء ملائكه نزلت من السماء. المفوضيه هم تجيب تابعين مو اسمها المستقله؟ تابعين المفوضيه المستقله للانتخابات. من يقول لك مستقله؟ هم شنو انبياء هم يصدقون هم ناس تعبانات حراميه. نعم. هو قال لك مستقله يعني شنو؟ حكايه تفكر غفران؟ هذا العزيز واحزاب اسلاميه احزاب اسلاميه اصحاب اليد البيضاء الناس المتعففين المتقشفين الزاهدين بالدنيا وما يريدون منها شيء غير رضا رب العالمين وآل البيت. مو هؤلاء هم حكيت على راسي يعني من فوضيه ارضاء اهل البيت. الاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه عمي مع احتراماتي لاهل البيت ناس زايحه يا عمي ناس جبتي غطاء للدين غطاء للدين يعني انت من جاي انت جاي سياسي يعني المعمم مش عنده يمك نعم قاعد باجتماع المعمم انت بروح على حسينيه طيب على انا بس حتى لا اريد ارجع وياك الى جزئيه الانتخابات. الشعب العراقي قاطع بنسبه صادمه للعمليه السياسيه ولهي الاحزاب وطبعا لأنه ماكو رقابة حقيقية ولا نزاهة بالاقتراع ولا شفافية ولا مصداقية فالتلاعب بالنتائج هذا أمر طبيعي واعتاد عليه المواطن العراقي. لكن السؤال هو بعد وصول هاي الشخصيات لإدارة مراكز المحافظات ومجالس المحافظات والأقضية وغيرها بالأيام القادمة والسنين القادمة إيش راح يقدمون للناس والناس ما اختارتهم؟ يعني هم أجوي فرضوا على المواطن العراقي، تتوقع ذولا ممكن يقدمون خدمات، ممكن يحققون اي انجاز ايجابي للمواطن العراقي؟ للمواطن العراقي ما يحققون، بس لانفسهم كمصالحهم الشخصيه يحققون. نعم. يجيك مطلوب يستولى على قاعات، على قاع الاخ يجي يبوق فلوس، يبوق يعني اي شيء جدار مطلوب يجي مثل جراد. نعم. الجدار اخضر الورايات، يجي مطلوب يجون للبور، للنهب. مصالح شخصيه كل من حقه من اخته ابن اخوه وهذا هو. والاكثر شيء اكثر شيء هذول الشيوخ يقولون احنا شيوخ. يعني انت من تطبل له يا شيخ انت شيخ اي شيخ ان كان. نعم. انت من تطبل له المهم انت وعائلتك وهذا هو. قبيله العشيره شلون؟ ذولا يدخلون في خانه واحده ويا اللي باع صوته ب 50,000. يعني هاي النماذج اللي ترهن مستقبل بلد كامل ومحافظات كاملة وثروات المحافظات وميزانياتها لأربع سنين قادمة إلى ناس الشعب رافضهم قاطع عملياتهم السياسية والانتخابية طلع مظاهرات وقال يسقط النظام. هذه الشيوخ أو ذول اللي يمثلون بعض العشائر بالعراق ويعني هو السؤال أصلا هل يمثلون عشائر العراق ذولا يعني ما راح يعرف انه هو او ما يدري او ما يفكر انه هو عايش في بلد يحكم السلاح ويحكم المال الفاسد. يعني ممكن باي لحظه ينقلبون على هذا الشيخ يتعرض الى اي نوع من الاذى عن طريق الميليشيات وغيرها ممكن يطمعون بما لديه. يعني هو ما يفهم انه هو قاعد عايش في بلد مصنف من أسوأ بلدان العالم واكثرها خطوره واكثرها فسادا راضي بهاي العيشه انه يظل عايش بهكذا بلد. يعني انت من عقول حيبيع صوته ب 50,000
150,000 سجل في السوق. نعم. يعني ما تيلي وين لحم بالعراق، تيلي وين لحم الصليب. نعم. يعني تيلي وين لحم حط العقل كم سنة؟ يعني شو يعني حتى والله راح يعجبون. يعني أنت ممكن تصدر 150,000 شلون؟ الله كتله. ربنا حيش 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 رب العالمين. يعني 50,000 ما شنو؟ يا عمي رجاع البلديات هلك أحسن. وهذول الشيوخ تقول عليه لا والله يطلبون عليه وهذا الشيخ ماكو ادعو عليه هاي من الشيوخ المتسلطه تحط عقاله برقبته على سحل ماكو وكم من شيخ وكم من شيخ راح يسحف للمالكي في سبيل انه هو يحظى بمكانه وبالعز والجاه وقلب عليهم المالكي وبهذلهم كم من واحد من ذوله وغيره وغيره طبعا مو بس المالكي هواي مو واحد اثنين ولا عشرة أستاذ عزيز وخاطري لك أنا رحت معزز مكرم لا شيخ يروح ينهار أي مكتب منصوب ينهار يلا يطب جوزون شوف هذول شوف مدير المكتب ما الشخص اللي يروح عليه طيب هذول يقول لك ما قطع الحوزة لك مرشحين نسوي ونسوي ونسوي كلهم ناس كذابة ناس دجالة ناس منافقة نعم يعني أنت ليش ما تسوي الوقت قبل الانتخابات؟ صحيح قبل الانتخابات أنت شكرا أبو عبد الله من صلاح الدين أشكر حضرتك للمشاركة ما الذي قدمته مجالس المحافظات للعراقيين من عام 2003 إلى 2013 اللي هي كانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات تمت ومن 2013 إلى هذا اليوم 10 سنين قبلها اتركنا من أداء المحافظين بهالعشر سنين خلنا نتكلم عن مجالس المحافظات هذه المجالس اللي اعتبرها الشعب العراقي في ثورة تشرين أنها حلقة زائدة أو حلقة زائدة من حلقات الفساد وطالب بحلها وتم حلها بناء على الضغوطات الشعبية اللي صارت عودتها بهذا الشكل مرة ثانية وإجراءها بهذه السرعة ويعني عرض النتائج بهذه السرعة والنسب المئوية للمشاركين اللي تم إعلانها قبل الانتخابات أن تتم عن طريق بعض الشخصيات هو أيضا يطرح علامة استفهام وتساؤل عن مدى جدية هاي الحكومات بإجراء انتخابات حقيقية نزيهة وشفافة ويعني مستقلة فعلا وبعيدة عن تأثر بالمال الفاسد مال السياسي وسلاح الميليشيات والقضاء الموجه هل هناك أصلا نية من هذه الأحزاب والحكومات إلى إدارة نظام سياسي وعملية ديمقراطية حقيقية في هذا البلد؟ طيب إذا كانوا يسعون فعلا إلى إقامة دولة ديمقراطية بركائز حقيقية ليش بعد السلاح منتشر؟ ليش بعد الفساد موجود؟ لماذا إلى الآن لم نجد أي رئيس حكومة ولا حتى هيئة النزاهة ولا القضاء الموجود اللي يقولون عليه القضاء الشامخ جاء بشخص من الوزراء على الأقل ما راح نتكلم عن رؤوس الحيتان الكبيرة الوزراء 54 المتهمين بقضايا فساد من 2003 إلى هذه اللحظة بحسب لجنة النزاهة 54 وزير في زمن الحكومات المتعاقبة نور المالكي وحيدر العبادي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري اللي قبله وجر إلى وصولك إلى محمد الشيعة السوداني 54 وزير بحسب لجنة النزاهة الله أعلم هم ايش قد إلى الآن ما شفنا أي وزير تم محاسبته إلى الآن ما شفنا أي مسؤول إلى الآن يعتبرون صفقة القرن اللي انتهت هي إنجاز لهذه الحكومات وين الفساد اللي موجود في المحافظات ليش المحافظين الفاسدين ما شفناهم ما تحاسبوا المحافظين اللي سرقوا المال العام اللي دمروا محافظاتهم وين الإنجازات نزلنا إلى الشارع العراقي مشاهدينا الكرام كالعادة كما عودناكم في برنامج منبر الرافدين التقينا بمواطنين عراقيين سألناهم عن رأيهم بالانتخابات اللي مضت مجالس المحافظات شنو رأيهم بها ليش الناس قاطعت وهل يعتقدون بأن هناك أي تغيير إيجابي قد يحدث من هاي العملية الانتخابية تجاه الشعب العراقي خلونا نسمع بعض الآراء ونرجع والله أول مرة تحملنا المخاطر قبل وكانت الخطورة وكانت هذه ورحنا انتخبنا يعني شنو كان إيماننا بالله وبيهم نقول شوية الوطن يدير بال عليه شوية هذا ما صارت مرة مرتين ثلاثة إحنا بعد ما قمنا نروح يعني أنا ما رحت للانتخابات والله يخلي يسووا عبرها يعني عبرة من المقاطعة مال المواطنين اللي قاطعون ما يروحوا للانتخابات فخلي يراجعون نفسهم لازم ماكو ما مستحيل يعني هي بيناتهم
لازم يصير تزوير. لا هي إذا النتيجة قليلة لازم يعيدوها، لأن هي معروفة بالذي إلا ذاعتهم مثلا بند أو دستور يصير يعني يقول مثلا ما يعيدوها. بس هي إذا 6% يعني تتوقع 6% 10% هاي هيك يعني، يعني بس هم جماعتهم اللي إجوا يعني، ولا مواطن صالح إجى. والله ما يردون لا البلد يعني يتعمر، ولا يردون يصير عندنا يعني شلون لا شارع بيه حظ ولا جسور بيه حظ، ما يردون استقرار بالبلد أبد. بالنسبة للمقاطعة اللي صارت، لأن الشعب صار عنده تجارب سابقة سنين الانتخابات السابقة يعني، يعني تقريبا ما يعني ما عدلوا بيها ما انصفوا بيها، اللي رادوه هم سووا هاي اللي شفناها. والله شو أقول لك، بالعراق كل شيء يصير، بس إن شاء الله ما يصير، إن شاء الله ما يصير، إن شاء الله ما يصير. هي مع الأسف هذا يعني القانون هذا يعني مو صحيح، يعني المفروض يعني إذا ماكو مشاركة لازم تبطل الانتخابات، بس السعي أكو مشاركة، ماكو مشاركة ما تبطل، فماكو فائدة يعني انتخاباتها ما أتصور يعني بيها فائدة. والله يعني أنا يعني أوجه لهم رسالة يعني أريد وجوه جديدة، يعني وجوه يعني شبابية غير اللي مشى عليهم الزمان، يعني ذولاك بعد ما ظلت ثقيلة، يعني ماكو 20 سنة ماكو فائدة، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل أفضل إن شاء الله. كلمتين حلوات سمعتهن من المواطنين اللي طلعوا بهذا الاستطلاع، واحد منهم قال ولا مواطن صالح راح لهاي الانتخابات، ولا مواطن عراقي يخاف على مصلحة بلده يريد بلده يصير أفضل يصير مثل البلدان المحيطة بينا بل أحسن يرضى أنه هم يستمرون بحكمهم وإدارة الدولة بهذه الطريقة، ولذلك ولا مواطن عراقي صالح يرضى على نفسه ويرضى على أبنائه ويرضى على سمعته وتاريخ عائلته أنه يروح يلوث أصبعه بهذا الحبر الفاسد اللي وضعته مفوضية الانتخابات حتى الناس يأكدون بقاء ويعطون شرعية لهاي الأحزاب أنه تبقى 4 سنين قادمة ضمن ما يعرف بمجالس المحافظات. النقطة الثانية الأخ الأخير اللي ذكرها أنه الشباب انطوا فرصة للوجوه الجديدة. باختصار شديد مشاهدينا الكرام، بعد ما تمت هذه الانتخابات والنتائج الأولية اللي تم إعلانها، الفائزين اللي قالت المفوضية أن هم ذول المتقدمين والفائزين بالمحافظات، تحالف نبني اللي هو ميليشيات الحشد، هادي العامري وقيس الخزعلي وربعة، تمام، ونور المالكي ائتلاف دولة القانون، وعمار الحكيم بحزبه، تمام، والحلبوسي اللي هو محسوب على الطرف السني. البقية طبعا كلهم يعني نسب متفاوتة من المقاعد، لكن ذولا اللي هم عندهم الغالبية أو الأغلبية بحسب طبعا النتائج اللي أعلنتها مفوضية الانتخابات هم ذولا اللي فازوا. يعني ماكو شيء تغيير إيجابي صدق حقيقي صار، نفس الحلبوس اللي يتهمون أنه هو فاسد ومزور، ونور المالكي اللي متهم بقضايا كثيرة، والحشد وتعرفون بلاوية، وأيضا عمار الحكيم، وهذا قصة. ف شنو الجديد اللي صار هسه؟ شنو هذه الانتخابات؟ ما الذي ستقدمه للمواطن العراقي إذا هم نفسهم ذولا اللي يحكمون العراق من عام 2003 إلى هذا اليوم؟ شنو اللي راح يتغير؟ طيب خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من لندن، تفضل حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه الانتخابات ما هي إلا مهزلة ومسخرة. نعم طبعا مهزلة ومسخرة عليهم مو على الشعب. أحرار العراق شرفاء العراق ما راحوا ولا انتخبوهم دول. نعم دول جمعوا ميليشياتهم وعصاباتهم، وحتى ميليشياتهم طبعا على فكرة يعني أخذوا منهم الفلوس وغدروا بيهم. لأن احنا جايين نشوف مقاطع فيديوهات ومقاطع بصمات صوتية فيبكون، يعني أعطوهم الفلوس وعلى أساس ينتخبوهم وما انتخبوهم. فهذا إذا يعني إذا هم الحشد أو واحد دعوة من جهة الأعداء إذا يقولون النسبة ارتفعت هذه أكذوبة يعني معروفة مثل الانتخابات السابقة هذا محمد. يعني احنا نعرفهم بعد هذول انكشفت ألاعيبهم يعني. المشكلة ذولا اللي انكشفت ألاعيبهم عندهم دعم دولي يعني غريب عجيب. الأمم المتحدة بممثلتها جينا نبلاس خارت رأسا تواجدت في مراكز الاقتراع وبلشت الصور تنزل
حتى يتم ترويجها على أنها عملية ديمقراطية شفافة بإشراف الأمم المتحدة، وذولا يحظون بشرعية دولية أكبر. يقول لك إحنا الناس كلها تحاربنا، شلون تحاربكم وأنتوا الأمم المتحدة تسابق وتقفز خطوات متسارعة حتى تروح تعطيكم شرعية دولية وتوثق أنه هي موجودة ومشرفة على عمليتكم الديمقراطية بين قوسين؟ لا لا، مو بس الأمم المتحدة، حتى حكومة بايدن الأمريكية. طبعاً طبعاً، هاي الأمريكان يعني. أكيد أكيد، نعم نعم، حتى قالوا هذه انتخابات ديمقراطية. بابا ما زينتهم دولة الميليشيات، مو يومية جاي طيحون حظكم يا الأمريكان، مو يومية يضربون السفارة الأمريكية ويضربون عين الأسد وما عين الأسد. يعني لو أنتم متفقين وياهم، لو أنتم جبناء. وهذا اللي يقودني إلى سؤال يا أبو علي، هذا اللي يقودني إلى سؤال. نعم. طالما هم عندهم هذا الدعم الدولي والشرعية الدولية اللي معطات لهم من قبل الأمم المتحدة وأمريكا اللي هي طبعا تدير الأمم المتحدة ودول العالم كلها تدعم هذا النظام حتى يبقى ويستمر، رغم الرفض الشعبي اللي شفنا الآن انتخابات مجالس المحافظات نسبة المقاطعة بها كانت غير مسبوقة، هم يعترفون ما يعترفون هذا الشيء لا يعني المواطن العراقي بشيء، يكفي الحقيقة أنه هي ثابتة واضحة. طيب شلون على المواطن العراقي الآن أن يغير هذا النظام المرفوض شعبيا؟ شنو الوسائل اللي متاحة قدامه؟ والله احنا قلناها من زمان، يعني قبل 10 سنوات قلنا لا تنتظرون الامريكان يجون يشيلون الميليشيات عمي. نعم. ولا تنتظرون البريطانيين او اي دولة عربية تساعدكم يا شعب العراق تشيل الميليشيات. اما ذولا مستفادين من هاي الميليشيات، هاي الميليشيات مستفادين من الامريكان والبريطانيين. نعم. والايرانيين وحتى الدول الجوار. ها، ما على الشعب العراقي ان يثور عمي، ثور عليهم دولة دول العصابات. الدور المشكله جابوا اولادهم واحفادهم ودول يحكمون الله وكيلك حتى مئات السنين. نعم. دول الميليشيات والعصابات، اذا مو الشعب العراقي يثور ثوره قارمه من الشمال حتى للجنوب ومن الجنوب من الشرق الى الغرب، يقوم العراقي على دول الميليشيات، والا الامم المتحده تدعمهم. نعم. والامريكان والبريطانيين وحتى اوروبا تدعم دول الميليشيات لانه مستفادين. صحيح. اخي صحيح. العراق به ثروات. نعم. هائله من النفط. صحيح. من الغاز من كل ابو علي انا اكتفي وحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا للمشاركه. خلونا نشوف مشاهدينا ونسمع اراء مواطنين اخرين بشان هذه الانتخابات اللي تقول عليها الحكومة شهدت سيول، تدفق السيول البشرية على مراكز الاقتراع. خلونا نسمع. لا تقدر تقول يعني مصداقية، ماكو فقدان الثقة، هذا ما توالت عليه من 2003 ولحد الآن، واللي يقول يعطيك شعارات مكتوبة ما يطبقها، من راح يتفاجئ؟ غرور، رواتب، مغريات، فينسى انه جاي على مبدا. فهذا السبب اللي خلى العالم تعكف عن الذهاب لهذا. هذا القانون ينكتب على قالب ثلج، ماكو هيك، ما عندنا قانون احنا لحد الان، لانه اكو بعض المحافظات حضورهم قوي صار. ليش؟ لانه اقارب وامتيازات بيناتهم ومن نفس العشيره، فصير بها عيب ومستحى فيروحون. وإلا أكو بعدها أنا اللي أعرفها بمنطقتي ما حد راح، يعني يمكن 3% 4%، لأن تعبت العالم، تعبت. وهذا أصعب شيء، رغم أنه المواطن هو سبب كل المشاكل، يكون في الظواهر السلبية المواطن يتكيف بيها، مش علي من يحكي وما علي. جت فترة من حرقة المخازن والانتخابات، كان بها نوع من التزوير، وعكفوا انه يقولون فلان سواها وفلان سواها، لان هذا يضر بمصلحتهم، وكلها هي تهديد ووعيد. والله هي الاحزاب هاي ما يعوفوها. ليش؟ لان بها كيك الغنيمه والامتيازات، وشلون تقبله هو جاي فقر او جاي فقر وهنا، وبعدين يشوف هاي المغريات وعلى هبه امثال الحلبوسي وغيره، البيوت والقصور، وهناك بينهم. هاي لازم يتحاكم محاكمة علنية أمام الشعب. عدم تقديم، خاصة المجلس المحافظات، عدم تقديم الخدمات بالنسبة للمجالس السابقة،
في المواطن العراقي تعود على عدم تقديم الخدمات، لذلك من أسباب الرئيسية الأسباب الرئيسة والأسباب المهمة لمقاطعة الانتخابات هو عدم تقديم الخدمات بصورة المطلوبة. لا يكررون تجربة الانتخابات، خاصة مجلس المحافظات أكو رأي أنه الانتخاب المحافظ مباشر هو أفضل من مجلس المحافظات، لأنه يعني لأسباب عديدة، يعني هذا رأي شخصي. يعني توجد مادة إذا كانت نسبة أقل من 20% أو أقل من 10% تعادل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحلية، توجد مادة قانون الانتخابات. ما يأخذون الشرعية الشعبية هو عن طريق صندوق الانتخابات، وهم ما محصين هاي النسبة، مستحيل يحصوها هاي النسبة. النسبة المطلوبة لقيادة الدولة لقيادة المجتمع ما يحصلوها، الأحزاب الموجودة حاليا ما يحصلوها. طيب خلوني أسمع مشاهدينا لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف هاي الأحزاب اللي حكمت العراق من يصير عندهم مناسبة أو يصير عندهم فتشي، يعني نشوفهم بصورة عامة يطلعون كيف أنه هم وربحهم وسلاحهم وسياراتهم وغوتاتهم، لكن هاي اللي تابعهم من ضمن هاي الأحزاب ما شفنا من عندهم لا ناس، حتى من ضمن زمرتهم اللي تتبعهم ما شفنا ناس أعدادهم متواصلة مجالس المحافظات اللي تنتخبتهم بالمدارس كل أحياء بغداد اللي ساكنيها، ما شفنا حتى من أتباعهم مراحوا لأن يعرفوهم ناس كذابين. يعني أنت شفت أنه ما كان أكو إقبال على مراكز الاقتراع. أستاذ إحنا شفنا كل بغداد ومناطقنا وأحياها كلها، سمعنا حسب أهلنا وناسنا كنا نسائل بين منطقة ومنطقة أكو ناس راحت، فكان الجواب لا، فأعداد كلش قليلة. طيب تفسير أريد يعني شنو السبب اللي يخلي الناس ما تروح؟ أستاذ يعني عرفوا العراقيين ناس قتلة، ناس ميوفون بوعودهم، ناس كذابين، ناس اخترقوا حق المواطن العراقي، يعني من الشمال للجنوب ماكو عندنا أي شيء تغيير. فيعني الشعب العراقي عرفوا هذول الناس كاذبين، واللي يروح ينتخب أيضا يعني يصير إلى خزي وعار وصمة عار. شكرا أبو عمر، نعم وصلت الفكرة. أنا أشكر حضرتك وأعتذر طبعا لأن الوقت شارف على الانتهاء. أبو علي من بغداد، من خابرنا بالحلقة اللي فاتت في برنامج صوتكم سألته ليش رحت انتخبت، قال أحرجوني وضغطوا علينا بعض المعممين والجهات الدينية ودخلونا بحلال وحرام، وإحنا ناس بسطاء وعلى قد حالنا فرحنا، ضغوطات مورست بشتى الوسائل حتى تدفع الناس للذهاب وأغلب الناس ما راحت. خلونا نشوف المقطع الأخير ونسمع رأي الشارع ونرجع. مقاطعة واضحة لأن هي انتخابات أساسا لو ترجع عليها فاشلة، لأن هي مو نفس الوجوه، يعني نفس الشيء، يعني أنت راح تبدل حرامي بحرامي وهذا راح يبوق، إيش راح يسوي لنا؟ يلا قلبتهم إيش راح يسوي لنا؟ يعني حق السيد إنه منقاطع الانتخابات، لأن ما راح يسوون، يقول لك كلهم فاشلين. شوف الستة لاحظ العالم كله، يعني باوع سنة عندي واحد يشتغل بالمركز مال انتخابي يقول 4 ساعات يلا يجيني واحد، ورا 5 ساعات يجيني واحد، يعني عدد كلش قليل، انتخابات فاشلة. ماكو يعني بس هاي مجرد اعلانات. تعال شوف يعني انا اقول لك اللي استفاد الفقير من هاي تروح هسه هاي الاعلانات مو راحت مو تفلشوها شالوها حديد بسيط هذا حتى يستفاد به خطا. السبب انا اقول لك السبب انه السبب الرئيسي هم نفسهم هذول اللي قاعد يدورون علينا نفس المرشحين، يعني تابعين الاحزاب وكتل زين، وهاي الاحزاب كل واحد عنده قائمه متفرعه بها 20 فرع تابع علما للكتله الكبيره تابعه مثلا خلينا نقول للمالكي زين. ما معقوله انتم يعني 2-3 سنوات يعني تاخذون مره ثالثه ويعني ماكو غيركم، يعني الشعب من منكم، يعني الوجوه هاي نريد نغيرها، يعني ماكو شاره، يعني شنو انتم تمشون قانون او دستور؟ الدستور اذا تطبقون الدستور اولا احنا سياده ما عندنا دستور الدستور من رخصتك الدستور مالنا يقول 4 سنوات كل 4 سنوات انتخابات تصير، صح لو مو صحيح الدستور مالت زين؟ اذا احنا سياده ما عندنا طير اجواءنا مخترقيها، يعني ياهو اللي طبوا يطلعوا هاي وين السياده؟ حتى انت من تريد تسوي دستور غير يكون عندك سياده؟ احنا سياده ما عندنا، انتخابات فاشله وانتخابات ملينا من عتها
كذب، كلها تزوير وكذب. والله يصير بها تلاعب ويمشوها ويمرروها غصبا مع الشعب. يعني انت شايف دستور او شايف قانون انه 20% اصوات ببغداد و10% بالناصريه و13% بالبصره ما ادري بالعماره، ويمررون عليك حتى لو 10% يمررون من اصل 100% 10% يمررون القانون ويمشوا عليك. يعني شنو اللي سويناه؟ شنو اللي سويناه؟ هو هذا دستور؟ هذا ماكو شيء دستور. والله انا انصح الناس، انا من الناس لا منتخب وصار لي هاي 23 سنه ما شفت خير من هذول كلهم. زين ياهو اللي جينا ما شفنا خير منه، والناس سراق وحراميه ويوعدوك بشغلات خدمات تصير وما ادري ايش، هو يوصل لا يسوي خدمه للشعب هذا، والشعب مغلوب على امره. وانا يعني انا بصفتي مواطن عراقي وانا احث الناس انه ما تروح للانتخابات، لان هم دول المرشحين نفسهم احنا ما مرتاحين لهم اصلا، وهم كلهم ناس ما يخدمون البلد، يخدمون مصالحهم الشخصيه. هاي 23 سنه شنو اللي تغير؟ شنو صار؟ كل شيء ما صار. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث هؤلاء المواطنين العراقيين، هم جزء من الشعب العراقي، كلمتهم تعكس رأي الشارع. وهنا نقول الشعب العراقي قال كلمته فعلا بالمقاطعة والعزوف عن المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لكي يؤكد انعدام الشرعية لدى هؤلاء اللي تسلطوا على رقاب العراقيين بفضل الأمريكان والإيرانيين. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.